بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، صح افطاركم. اليوم ان شاء الله راح نكملوا في الحصص نتاع اونسيبل، اوكي، وراح نشوفوا فيهم اليوم زوج نقاط. النقطه الاولى هي الانفنتوري فايل، الكاتالوج دي هوستا جيغي، وكاش نكريوه وش هما لي تيب لي كاينين. وراح نديرو ثاني كومون كونفيغوري اون ماشين ويندوز بور كيل سوا جيري با اونزيبل، بيسك لي ماشين لينكس نديريهم اوتوماتيكوم باس اس اش، غير نكوبي لا كلي وهي ثريت. مي اونزيبل سا نيسيسيتي ان بريباراسيون ان بريكي او نيفو دو لا ماشين، اوكي. راح نشوفوهم اليوم بحول الله ليد. Alors, inventory file, et dans la fois passée, on a appelé parmi les modules ou les concepts d'Ansible, ou l'inventory file, ou le catalogue, ou la liste des machines à gérer, ou le dispositif à gérer, ou le device à gérer. Machines, les radins gérer en utilisant Ansible. On a appelé les devices, cadre qu'on a des machines, cadre qu'on a des dispositifs réseau, cadre qu'on a des dispositifs de sécurité, cadre qu'on a des conteneurs, cadre qu'on a des machines de cloud. Tout est possible avec Ansible. Alors, l'inventory en fin de compte, c'est le moyen qui nous permet d'identifier les machines à gérer. C'est-à-dire qu'on a besoin d'exécuter une commande pour gérer une ou le plusieurs machines, on doit passer par un inventaire. OK? On oublie l'inventaire par défaut, il est déclaré dans slash etc host, Ansible, host. OK? etc, Ansible, host. Sinon, dans l'ansible.com, il faut spécifier l'inventaire de l'inventaire que vous avez besoin. On a chaque projet de préférence et qu'on le répète le travail de l'inventaire. Alors, dans l'inventaire file, toutes les lignes عندها علاقة بماشينة ولا جروب، من ماشين ولا جروب دو ماشين، دكور؟ قادر نلقاو فيها تاني دي فاريابل، اوكي؟ نديكلاريو فيها دي فاريابل، راح نشوفو دي زيكزام. الوغ لي هوست اللي راح نتحطوهم حنايا ونصنفو هنا هوست معناتها ديسبوزيتيف، ان ديفايس، ماشي هوست معناتها اون ماشين لينكس ولا ويندوز. الوغ قادر يكون اي بي ou la cadre qu'on a un nom. Nom de préférence qu'on qualifie. C'est-à-dire qu'on peut le résoudre à travers un DNS ou le DNS local. On a cadre utiliser, bien sûr, même les intervalles. On a cadre utiliser l'intervalle dans les machines, que ce soit l'IP ou le bleu nom, on s'en fout. On a cadre grouper des machines à travers les crochets. هذا كي نحطو ان كروشي نومي وان جروب ندخلو الداخل ونديرو لا ليست نتاع لي جروب. كيما نقدرو نكريو ان جروب كي كونتيان بلوزيور جروب، صادر نديكلاريو جروب الاول، جروب الزوج، جروب الثالث هو ستان جروب كي انغلوب لي دو برومي جروب. هادي نوتيليزيو فيها ان كونسيبت بارابور ا انسيبل سي تشيلدرن، اوكي. الوغ احنا قلنا بار ديفو نجيبو لوندر وين جاي لانفونتوري فايل من ansible.com، كاين البارامتر ansible ايجال وتعطي الشومة. ميم كان تكون ديكلاريه نتايا في ansible.com تقدر تسير مونتي باغ اكزومبل بور دي تيست، ما راحش نابليكي على واش عندي، نابليكي على كيلكو ماشين رابيدمون بعد عاد نشوف. الوغ هنايا اون بو سير مونتي لي لا كونفيغ بالاوبسيون موان اي ونعطيو وين جاي لانفونتوري فايل نتاع، اوكي. الوغ كاين ان بوان تري امبورطون، لانفونتوري قادر يكون ستاتيك وقادر يكون ديناميك. هنا ان بوان تري امبورطون ستاتيك، وقتاش نخدمو بستاتيك وقتاش نخدمو بديناميك. ستاتيك جينيرالمون كي يكون لو نومبر دو ماشين ولا لي نوم دو ماشين ولا لي هوست يكون ديجا كونو ولا بريديفيني، عندك لادريس جي بي تاعهم، عندك لو نو ولا اوتر شوز، مهم سون ليستي ديجا. مي باغ اكزومبل دون ان انفيرونمون كونتينر، اوكي،
وانت راك في انكريستور تاع لي كونتينر. لي كونتينر قلنا باللي دي فاصون يقدروا عندهم لا سكالابيليتي، تدير لو دوكر وحده يقدر يزيد لو نومبر دو كونتينر على حساب لا دوموند. تمام، ما نقدرش نعرف انايا شكون هما لي كونتينر اللي غادي نزيدهم. هذا عطيتكم مثال بالكونتينر دون زان انفيرونمون كلاود. ثاني كاين سكالابيليتي، تدير عندك راك في جوجل ولا في امازون ولا في اوبن ستاك ولا في انوتر انفيرونمون دو كلاود. في البداية بديت بدو ماشين وراك دير فيهم لا او ديسپونيبيليتي، من بعد زادت لا دوموند لوتي دو كلوسترينغ يدوموندي بلوس دو ماشين اوتوماتيكمون. لي زادريس بي تاعهم ما كناش عارفينهم، لي نون تاعهم اصلا ما كناش عارفينهم، وهنايا تولي الحكاية امبوسيبل دافوار هاد لا ليست او بريالابل. تما لازم تكون او فيرا ميزور. هنايا الحكاية تولي ديناميك. سي بون، تفهمنا درك واش هو ستاتيك؟ ستاتيك عندك لا ليست في جي باينه، سوا لو نو بلادريساج اي بي ولا اون يوتيليزون لي نو. كي ما يكونوش عندنا هاد لي زانفورماسيون ولا لو بارك يكون كبير ولا موديفيكاسيون تاعو لي ديناميك، يوتيليزيو دي سكريبت. درك نشوفو من بعد كاش واش هما لي بوسيبيليتي اللي كاينين. الوغ نتوما كي تكون عندكم ان فيشي ان فيشي انفونتوري، قادر يكونوا لي ماشين جروبي وقادر ما يكونوش جروبي. قادر يكون عندك دو كروشي ونهبط تحت نخدم لي ماشين تاعي وقادر ما يكونوش كاينين. الوغ حنا كنا نديرو باغ اكزومبل اون سيبل اول، معناتها انتروجيو كاع لو كونتوني تاع الانفونتوري، كاع لي ماشين اللي كاينين في الانفونتوري نفوتو عندهم، كسوا عنده جروب ولا ما عندهاش. نقدروا تاني نعيطوا باسم الجروب، بصح كيش نديروا نعيطوا لي ماشين اللي ماهمش جروبي، هذوك نعيطوا لهم بلوبسيون ان جروب. ها سي لوبسيون ان جروب. تما هذا غير الانفونتوري فايل، باسكو الانفونتوري فايل رحنا مبدين نحكيوا باللي شاكلين فيها ان هوست، هذيك لالين فيها هوست قادر يكون عندها دي بارامتر. باغ اكزومبل انا هوست دوني كاع لي زوتيليزاتور راني يوتيليزي بويدا باش ناتاكيهم سوف ان ماشين لي لوتيليزاتور يسموه ديمو. هنايا جو ديكلار اكسبليسيتمون تما في الهوست انفونتوري فايل باللي اونسيبل يوزر ايغال ديمو. داكو الوغ هادي سي سكي كونسيرن انفونتوري فايل. وهذا ان اكزومبل تاع انفونتوري. هنايا عندنا شحال من جروب، عندنا برومي جروب دوزيام جروب تروازيام جروب اوكي كاتريام جروب. الوغ لو كاتريام جروب سي تان جروب كي روغروب لي دو جروب الاولى لينكس سيرفر وين سيرفر. باش نديروهم تما الجروب الجديد يسموه سيرفرز ونديرو دو بوان شيلدرن ونعطيو لي دو نو نتاع لي دو جروب. تما هادي كوم سي هادي سيرفر كنحيو شيلدرن كوم سي عاودنا سيرفر 1 سيرفر 2 سيرفر 3. وهذه هنايا بار كونتر هذا شحال فيه من سيرفر لوين سيرفر فيه سيرفر 5 سيرفر 6 سيرفر 7 سيرفر 8 سيرفر a.demo.dz سيرفر b.demo.dz سيرفر c.demo.dz. تصدير هنايا كاين 6 تاع لي ماشين وهنا كاين 2 تاع لي ماشين، بصح هنايا كاين هذا زائد هذا معناتها عندنا 8 تاع لي ماشين. وفي الهوم هنايا لوكال هوست قال هنا لو تيب دو كونيكسيون كون فا يوتيليزي ماشي اس اس اش، اون فا يوتيليزي لوكال فا انتربريتي. هذا نقولو بلي هذا سي لو ماشين لوكال، فهاد لوكال هوست اي لا ماشين لوكال. بار كونتر عندي دو ماشين نون جروبيد، ان جروبيد اللي هو هذا بلادريس اي بي تو كول وهذا بادريس بلو نون لا ماشين. قادر يكون عندنا هنايا اولي دو بوان تشيلدرن يكون عندنا فاريابل، تقدير دي بارامتر اللي تابعين هاد لو سيرفر. باغ اكزومبل درت وين سيرفر ان اكزومبل، من بعد لازم نديكلاري شكون هو ليوتيليزاتور ويندوز اللي غادي يوتيليزيه، المود باس، لا ميثود دو ترانسفير اللي غادي يوتيليزيها. هادو يندارو ديريكتومون لهنا اترافير دي كوموند. هادي في البداية، باسكو من بعد كي تافونسي ان شاء الله فونسيبل يوغا بليزيور ميثود وعندكم لو شوا ديروها كيما تحبوا بلي فيشي يامل، عندك لو رول عندك لي رول عندك بزاف لي بوسيبيليتي.
Alors, est-ce que vous avez des questions sur l'inventaire statique jusqu'à présent? L'inventaire statique. Hada, c'est un inventaire statique, علاش? Puisqu'il y a les machines qu'on a عارفين. OK? Alors, hada le cas des inventaires statiques. Ça, les inventaires dynamiques, mais qu'on a un fichier plat, texte qui m'a listé de type ini. Par contre, il coûte un script. Ou comme il coûte exécutable, le système est interprété comme un inventory file statique. Il faut faire attention. Obligatoirement, il coûte exécutable. Ou le langage de programmation, généralement le plus utilisé, c'est Python ou PHP. Ou là, un autre. Vous pouvez adapter un autre. Alors, il y a des scripts, on a déjà. Programmer, tu les as déjà, qui m'ont appelé, pratiquement, les plateformes, حطوا Ansible, حطوا les scripts Python, تاعهم باش تجبد automatiquement. Par exemple, عندك un compute engine عند Google في Google Cloud, واش دير تعطيه غير الكونت تاعك والمود de passe, هو يدبر راسه, هو يجيب كاع لي ماشين اللي راهم عندك, les adresses IP تاعهم, les ماشين تاعهم. عندكم, par exemple, Amazon aussi. D'accord. Nous allons voir Amazon. D'accord. Alors, comme aussi OpenStack, Rackspace, Kubler. Je connais Kubler. Je connais une idée de Kubler. Kubler, c'est un outil de management spécialement pour Linux. Hein. A été initié pour le projet Fedora. Mbad a été repris par Ubuntu Canonica, puisque l'environnement OpenStack de Canonica est venu à la Kubler pour la configuration. Ok? Khedmoubi à un moment donné, Kubler pour la configuration, l'approvisionnement. C'est un outil d'approvisionnement, l'installation des machines. Alors, quel est déjà l'avantage de l'utiliser pour utiliser un dynamique par rapport au statique? Alors, la chose, c'est que la liste des hosts qu'on va ramener en utilisant un script, c'est mieux qu'une liste qui est un être humain. Parce qu'il y a un taux d'erreur. D'accord? Il y a un taux d'erreur qui est connu. Alors, وعندك تاني لو طو دو شونجمون تاع الانفنتوري فايل تاعك قليل واش معناتها موان ديفور ما انت كي يكون عندك كيما مدينا ليكزومبل تاع جوجل عندك 20 ماشينه غدوه زدت 30 بعد زدت 40 بعد زدت 100 هادو ما تقدرش تيوتيليزي شاك فوا تبدل ان فيشي وتقعد تخدم عليه بار كونتر اون يوتيليزون ان سكريبت اون بو en utilisant REST API, on peut communiquer avec la plateforme et on peut ramener automatiquement les machines. Alors, il y a une petite démonstration sur la notion de Kim Chufuhnaya, le host en terre. D'accord? Je m'en ai dit, je à travers un groupe, les ou à la machine 192.168.122.149, ou à la machine localhost, rahi, utiliser local pour éviter SSH en local, puisqu'on a utilisé directement la machine locale. Le hnaya, rahi, un groupe. Mais le token dire du canaya, Ansible all moins un ping, juste pour tester la présence entre les deux machines. Alors, on a une idée que les deux sont accessibles à travers le test de, bien sûr, à travers les Python. Alors, juste une remarque, les modules s'exécutent entre les clients, d'accord? Les modules s'exécutent entre les clients, bien sûr, en utilisant Python. Là, c'est le client qui fait Python puisqu'il est exécuté en utilisant Python. وكان نروح نبدل هنايا ريموت هنايا كوم سي راني انتيروجي غير هاد لابارتي داكو
وهنايا نفس تبدل اوليو نشوفهم كامل راح نشوفهم شوفوا غير لابارتي اللي فيها ريموت غير لابارتي اللي فيها ريموت وقادر تاني هنايا ندير ان جروب وهنايا راح يكون لاكسي غير لوكال هوست هنا جوست بور افوار اون ايدي لا ديفيرونس اونتر اونتر l'utilisation de all, l'utilisation en groupe ou l'utilisation de le nom de groupe. OK? Alors ça, c'est un exemple d'utilisation des hosts ou l'inventory file de type statique. Alors ça, c'est comment configurer un inventaire de type statique. Par contre, Kinkono mode dynamique et n'a obligatoirement l'asim un script. N'a-t-il comme des exemples de script les cadres du boom internet? Ok, j'ai eu par exemple un qu'un même ta'naf de ta'set normalement. Le dernier par exemple, là de chouf fait Azure. Cloud Stack, Kubler, كان صاح الملعب ديجيتال اوسيون الناس كم تعرفوا اس اي دوكر فوريمان صح هذا تاع جي سي او تاع جوجل اكو الوغ هنا اليكس دي ناجيوس اوبن شيفت اوبن ستاك الوغ هنا اوفيرت بروكسموث باك نت الوغ هنايا هادو كاع دي سكريبت بيتون كي تيكزيكوتيهم اوتوماتيكمون يجيبو لك يعمرو لك ان فيشي انفونتير داكور ان فيشي انفونتير الوغ سا سي ان اكزومبل سور لوتيليزاسيون نشوفو كاين دي كيستيون Oui, bien sûr, Mohamed. C'est possible avec AWS, puisque eux aussi, c'est beaucoup plus le compute engine تاعهم. Ou عندهم تاني d'autres liens de GitLab. هذا c'est un exemple تاع des inventaires. واحد يقدر من بعد هو يخدم des inventaires نتاعو, d'accord? En utilisant bien sûr les le langage les tabous. Alors, hada grosso modo l'utilisation des inventaires ou les fichiers d'inventaire. Mais بعد راح نشوفه au fur et à mesure نشوفه هادو كاش تبدلو كاش نعيطو لهم وكاش يتشانجاو ce qui te convient un que tu utilises par exemple fichier playbook. Un fichier AML, l'hikaye tbeddel tani, nqadrou nchoufou changement. Ki t'utilisou le rôle tani, afsa oukhdoukhra, ki t'utilisou Ansible Tower, haja oukhdoukhra. Alors, hadi, au fur et à mesure. Ebchouya, hada, c'est le bidia. Lazim wahid, au moins qu'on a un de le concept à static et dynamique. Static, c'est simple à gérer. Le dynamique, ça demande un peu de background en programmation pour vous permettre d'attaquer une plateforme. Il y consigne. Généralement pour des plateformes, large plateformes, comme par exemple le cloud ou la virtualisation. OK? Alors, dès qu'on va voir, puisqu'il faut faire attention, on va voir avec Ansible, les clients qui ont été une machine Linux, on a vu ça, c'est un peu plus grand. Windows, on va voir ça. Par contre, pour un dispositif réseau, on va voir ça. D'accord, puisque les modules mettent exécutés sur les hosts, ils exécutent sur l'outil de gestion ou la machine de gestion. Alors la hikaya tetbeddel ou la config tetbeddel ou hnaya nchoufou hnaya rah nadrouk ghir les machines li nqadrou exécuter fihom les modules. Par la taille acceptée Python ando. Kima un switch ma fiche Python. Ou du coup La méthode d'utilisation هذه وهذيك ماشي كيف كيف. دابا وصلنا ان شاء الله
la partie réseau, راح نشوفوا كاش نكونفيغري. راح نشوفوا كاش نكونفيغري ان ماشين ويندوز. الوغ وش هما البريروكي؟ البريروكي لازم يكون عندك باور شيل. اوكي باور شيل بيان سور من لا فيرسيون 3 وطلع. والدوت نت من 4.0 وطلع لازم يكونوا انستالي. هما جيني غاموج وانستالي بار ديفو. مي اون سي جامي على لوتي اللي كاش درت انستاليت لا ماشين ولا من بعد ديزانستاليتها ولا ما فيهاش لي ميزاجور. يلفو فار اتونسيون. باغ اكزومبل الدنيا فيرسيون تاع ويندوز 10 ما مستحقش موديفيكاسيون، هنا مستحقش دير ابديت نتاع باور شيل ودوت نت بار ديفو فيهم لي فيرسيون جدد. لا ميم شوز بور ويندوز سيرفر. بار كونتر كون تروح 2016 باغ اكزومبل هنايا لازمك ميزاجور. كي تمشي باغ اكزومبل ويندوز 7 ولا مش عارف انا ولا 8 سي لازم. الوغ بور كومينيكي مع اون ماشين لينكس بليطو ويندوز اون سيبل لازم يدخل هذيك لا ماشين. اوترومون دي كوم سي نكريو ان تونيل اس اس اش. هنايا كاين ان يوتيليتار ان انستالي واسمو وين ارام. داكوغ وين ارام انستالي كونفيغوري هما ديجا وجدوا لكم لوتيليتار. لوتيليتار واجد بار ديفو بوت دو كونفيغوراسيون ان فيشي دو كونفيغوراسيون باور شيل غير تجيبه وت اكزيكوتيه بيان سير اون يوتيليزون لي بارامتر نيسيسار. هنا ما نقدرش نشرح حاجه كبيره بس قادر نقول دي بيتيز سورتو من لاين زاو جاوتو كاد ديكلاراسيون دو فاريابل. بعد عيطنا لي دو فاريابل نيو اوبجيكت مش عارف هذا سي باور شيل. من بعد بيان سير اون اكزيكوتي لي هادي بور لا كونفيغوراسيون. اوكي ان دوزيام بريوريتي مانيش كاتبو لهنايا لازم لا ماشين الكوتي نتورك نتاعها سوا تكون افكتي ريزو بريفي برايفت نتورك ولا تكون في بارتي دان دومين. سينو كانت بوبليك ما تمشيش. اوكي لا كانت بوبليك تهبلك وما تمشيش. الوغ كي تانستالي لا ماشين لازم تدخلها اون برايفت ولا تكون جيري بار ان دومين. هنا سي سامبل تدير الفو با افونسي لهنايا حتى يكون البريوريكي واجد. اوكي الفاير وول بكري كانوا لازم تحبسه دروك نو. هذا لو سكريبت راه يدير لك نيسيسار هو باسكو هنا كاع حلوي الاره مش هو الفا لونسيان ليستنر داكور سوا دو تيب اتش تي تي بي ولا اتش تي بي اس بور كومينيكا افيك اونسيبل ني بلوس ني موان. لي موديل نتاع ويندوز يت اكزيكوتا اوتوماتيكمون سور لا ماشين ويندوز. الوغ اوتر شوز l'authentification basique اذا حبيتو تبديو وما تدخلوش في بروبليم تاع اس اس ال و لا كومونيكاسيون سيكوريزي دا بور ان ديبيتون il doit activer l'authentification basique اللي هي بار ديفو ما كاينش. داكوغ اللي هي بار ديفو ما كاينش. الوغ هنايا سا ديبون الله يخليكم سا ديبون على لا فيرسيون هاد لا هاد هاد لاكتيفاسيون اللي راهي هنايا هادي بور ويندوز 10. خاطش بور ويندوز اللي قبل كيما ويندوز 2013 2016 كنا نوتيليزي وين ار ام 7 وكاين موراها دي بارامتر اجوتي. مهم توجور فيها اوت بازيك وفيها هنا تاني باش تخدموا بالبازيك autrement dit, vous pouvez éviter la communication en utilisant la certification ou les clés cryptées ou la communication cryptée. Les autoriser le trafic non crypté, allow encrypted. Mais c'est la partie, maintenant je vais vous dire, c'est pour démo, pour apprentissage. On l'utilise jamais. D'accord, on l'utilise jamais en prod puisque هذا يبعث كل شيء en clair. وهنايا المود باس باغ اكزومبل تاع ليتيليزاتور لي تكونيكتا اللي من بعد نعرفو كاش نكونفيغوريوه. هنايا هذا عمره لا غادي يتكونيكت خاطرش يسني في الريزو يجيب له المود باس
اوتوماتيكمون يقدروا ميم ينحيوا له لاكسيل. داكور الوغ راح نشوفوا دركا اون ديمونستراسيون عليها. داكور عندي اون ماشين اون ماشين ويندوز اللي برات ديجا انستالي ما فيها والو. لا بالي هاك جاي لكم معجب. انا نخدم ويندوز مي معليش على خاطركم معليش. وورد سورت هادي ستيم ماشين انستالي لوكالمون. الوغ الحاجة الأولى اللي لازم نتأكدوا منها داكور اللي لازم نتأكدوا منها انه الريزو نتاعنا يكون بريفي داكور وليك. انا ما عنديش دومين اوتوماتيكمون لازم نرجعو بريفي راهو بيبليك ديجا فيه بروبلام. هذا كان تروحوا ديروا كاين بارتي ديجا هو يقولها لك نيشان يعني يقول لك لا ماشين تاعك اللي بيبليك وما نقدرش نافونسي بهذا لا كونفيك. رجعوها احنا ديال ديبار بريفي. اوكي الوغ سا سي لا بارتي لا بارتي واحد لازم يتاكد باللي باور شال. هنا لازم تيكزيكوتيوها اون طونكو ادمنستراتور داكور. هذه سيدو تاع ويندوز نورمال داكور. الوغ لهنا واش لازم انا نعرف شويه كلكو تريك بلا لين دو كوموند ويندوز. اوكي سيلكت اوبجكت فيرجن ديريكتومون راح يقول لي بلي لا فيرسيون نتاع باور شيل هي 5.1 طروا. تما كان ديروا هذه تنحيوا هذه يجيب لكم لي زانفورماسيون على كاع لا ماشي داكور. ما حبيتش نخلي هادو باسكو قادر واحد يقول لك دوموندي لي حاجه من هادو نقول لها فو فار اتونسيون شراك تحت. الوغ صاي شفنا لي طاب الاولى لي طاب الزوجه دروك واش راح نديرو راح نجيبو هادوك لي انستاليو دركا انستاليو انستاليو اون سيبل. الوغ هذيك كتبها كامل باش ما نعاودش نكتبها. هاي كاينه ديجا في دوكس اون سيبل اوبس اون سيبل بوان كوم سلاش اون سيبل سلاش لاتست سلاش يوزر جايد سلاش ويندوز setup dot html. تمام هذا هو اليوم هو داكوغ. واش راح نديرو راح نجيبو هذيك لابارتي انستالاسيون تما هذا اللي حكينا عليه ديجا البريروكي وكلشي تلقاوه هنايا. انستالاسيون لازم تجيبو هادو لهنايا راح نجيبهم انا منا ديريكت باش نابليكيهم ما نبغاش نكوبي كلشي من جديد داكوغ. هذا دوك نشوف كاش من ايديت نو بروبريتي بالفاساج باش نكبرو شويه باش تشوفو هكذا وصغير. اوكي وهنايا اونفا واش درنا هنايا تيلي شارجيناه ديكلارينا اون فاريابل دونفيرونمون بعد اكزيكوتينا هنايا اون طونك باور شيل اكزيكوتيو لا كونفيغوراسيون دو فوتر ماشين بور كيل سوا اكسيسيبل اترافير اترافير فوتر ماشين دو ماناجمنت اون سيبل. هنايا باش واحد يفيريفي كو توتي بون مع وين رام وين داوز ريموت مانجمنت ميريت
WinRAM config service ops config listener. دونك لهنايا تعرفوا بلي ديجا لي كود سور لي دو او مود كلير او مود كريبتي هما لي دو بور اون سي جامي تبغي تكونفيغوري او لو نو د لا ماشين بريفيكس نتاعو دبليو اس مان هذا من بعد يوتيليزيوه باش تاكتيفيو لي بارامتر تاع بازيك والانكريبتد وهنا لي كود بويس كراوي اللي كوت على البور الانترفاس اكستيريور تسمى لي اكسيسيبل دو الاكستيريور تسمى وكان كي يخرج لي هذا سي بون هنا يراو اش تي تي بي و اش تي تي بي اس معناتها نقدر نوتيليزي لو مود اون كلير و مود كريبتد وكان يخرج لك غير واحد لازم تشوف واش خرج لك ولا هنايا تقدر تشونجي لا كونفيغ نتاعك على حساب لو بوزوان اللي عندك اوكي على حساب لو بوزوان اللي عندك دروكا من بعد واش راح نديرو راح نشانجيو البازيك راح نشانجيو دروكا لوتنتيفيكاسيون انا ما راهش راح نكونفيغوري لوتنتيفيكاسيون بالاس اس ال ولا بالكيربيروس ولا باكتيف ديريكتوري ولا عسا غادي نوتيليزي لوتنتيفيكاسيون دو باز نتاعو نتاع ويندوز وفي هذه الحاله لازم نوتيليزي لي set item قلت لكم هنا سي تو ديبون دو لا ماشين اللي راك تخدم بها اسكو سي ويندوز ولا لينكس ولا بلوتو ويندوز 10 ولا ويندوز 7 ولا 8 ولا سا ديبون حنايا هنايا راح نوتيليزيو WS ما عنديش تنقبل ديجا اوكي ونعطيوه لي فالور تاعنا اللي هي لوكال هوست اوكي سيرفيس اوثنتيفيكيشن داكور اوثنتيفيكيشن بازيك وهنا نعطيه لا فالور ترو نسيت فاليو اوكي هنايا سي راح نزيدو ثاني نكونفيغوريو ان مانجر هلو ان كريبتد داكور وهنايا عاد نبداو نكونفيغوريو وين رام وندي عندكم كويك كونفيغ داكور نقدروا هنايا بيسك هكذا بار ديفو معناتها راك رايح تكونفيغوري وين رام دو كومينيكي لا ماشين ويندوز كومينيكي مع لوتي دو ماناجمنت اون سيبل دوتوماتيزاسيون اون كلير داكور عليها حنا بريبارينا انكريبتد وكذا مي دون ان انفيرونمون دو كونف دو برودكسيون خاصو فريمون اون بريباراسيون صحيحه سادير سي با كيلك هكذا بيان سور اون لين دو كوموند ولا اون يوتيليزون la base de registre puisque هذه كوم سي راك توشي في لا باز دو ريجيستر انا قادر ندخل هنا ما نعرفش وين نروح هنايا سي دي تروك كي سون ديجا بريزونت في لي تيتوريو تاع او لا دوكيومونطاسيون تاع اونسيبل سي ريان هاك هنا يقول لك بلي جوي بريباري لو فايروال لي بارامتر نيسيسير اوكي اي اون فوا كملنا لهنايا دروك اون بو فيريفي افيك وينرام get winram config services داكور وهنا نشوفوا لي سيرفيس لانطاريون تشوفوا هنايا وكان ما درناش هذيك الاولى هذه لا كنت تشوفوها هنايا تجيكم فوز تما هادو كاع لي اوتنتيفيكاسيون لي راه لي تيب اوتنتيفيكاسيون اوتوريز البازيك كاربيروس نيغوسييت سيرتيفيكيت حنايا هنا درناها اون كلير انكريبتد هي لو انكريبتد وكريبز اس اس اب وهادو سي دي زوتي
يوتيليزي الاي بي في 4 والاي بي في 6 ما عندناش ان فلتر كل شيء يقدروا اكسيديو. هذه سي لا بارتي configuration de votre machine. Alors ça c'est la partie service. On peut voir tenir le win remote secure ou là vous avez une idée là les paramètres de communication. D'accord, les gens qui utilisent Windows ils sont bien placés que moi pour identifier les paramètres. Il s'agit de quoi? Il s'agit de paramètres de PowerShell utilisateur et tout. Ou là hnaya hatta lehad le point la machine Windows ntaعي elle est prête. Tma na drk wach khasni khasni na3rf le type de connexion li wa WinRAM, le type en clair HTTP, l'utilisateur le mot de passe taعو hadou ndirhom fil fichier host ntaعي ki ndeklari la machine ou bhadi عندي لا ماشين نقدروا تستيوها بوين بينغ ماشي لو بينغ اللي نعرفه سي ان اوتر بينغ سي وين بينغ. ثم دوكا لازم نوليو لا ماشين تاعنا اوكي نوليو لا ماشين دو ماناجمنت وندخلو لاب دو وين بريباريت فيه ديجا انايا انفونتير كيما هنايا اونسيبل هوست ما فيه والو كلير سامبل كنت قادر ما نديرش كاع حاجه. داكوغ وهنايا بوان هوست بلي عندي هنايا بوان هوست ها هو نت. راح نشوفوا في حاجه جديده لهنايا سكو هذا هو لا ماشين هي 180/30 ولي فاريابل ايتيليزي كي نجي ونمشيو لهذا ماشين شكون هو ليتيليزاتور بويدا هذا كي كرييت شو هو المود باس. واحد يقول لي هنايا اللي اون كلير هذه من بعد تشوفوها بلي كاينه مويان في Ansible pour crypter les fichiers, c'est mon vault. Ansible vault, d'accord. Il faut pas s'inquiéter. Là, la sensibilité de les données. WinRAM, c'est un autre type puisqu'en expérimentation actuellement, il y a un SSH, bah, on a tech review. Là, il y a type de transport basique. Très important. HTTP, maintenant on utilise HTTPS, sinon comme un spécifique à communiquer par défaut en utilisant une communication sécurisée. Ou on a le port à utiliser, bien sûr, pour ce qui m'a fait tout, les atouts, nous pouvons dire que nous avons beaucoup plus en utilisant Ansible.com. Linux, on dit user, Ansible user, on dit. C'est un autre moyen pour utiliser le fichier inventaire, c'est-à-dire l'inventaire déclare à la machine ou déclare à les paramètres de la machine. C'est-à-dire, en fin de compte, inventaire, c'est des informations relatives à la machine à gérer. Les nains, le compte ou le mot de passe ou la méthode sont liés à la machine. Alors, les nains, où je vais vous dire, Ansible, OK, Win, moins M, on a le module c'est WinPing. D'accord, c'est WinPing, le module Tana. Maintenant, on va voir est-ce que nous avons la machine Tana. Elle est accessible actuellement. Ou Ansible, par exemple, doc. Moins L, d'accord. Hadi, gala documentation liquide kaina. Kadir wahed, hna une petite question. Gali bdioule bouin. Ou hna, rah yjib lek gali les paramètres nta la machine nta. هادو كاع غير جستيون. انا باش كوبي ان فيشي من لا ماشين هادي كوبي سير لا ماشين ديستونت نوتيليزيو وين كوبي ماناج كوبي فايل تو ريموت لوكيشن. داكو هادي سي موان كوموند. بار كونتر جي بريباري تاني انا ان فيشي اب كونفي يعمل هذا ستيم فيشي يعمل
من بعد راح نشوفوا هذا باللي راح نابليكيو عليهم utiliser win command و la command هي if config. واش راح نديرو هنا on to do ansible راح ندير ansible playbook if config وراح نشوفو l'exécution. Gathering facts يجيب لي زانفورماسيون تاع لا ماشين هادو بشويه بشويه ان شاء الله راح نشوفوهم واش هادو نقدروا ديزاكتيفيوها سورتو هاد لا بارتي هنايا تدي بزاف الوقت او موا نديرها خطره وسي بون وهنايا سي بون جابكم دي زانفورماسيون ها هو لادريس تاع لا ماشين لي زانفورماسيون تاعها سي كوم سي هادي ونديروا لا كوموند لهنايا اي بي config غير كيف كيف اللي درت هنا ندير هنا اوكي جو بو اوتيليزي بار اكزومبل ديريكتومون بالاد هوك اون اوتيليزون لا كوموند اد هوك نشوفو انسيبل دوكس لوين كوبي D'accord. Ou hada, c'est un module qui vous permet de copier le contenu li ra hna ya source vers destination. Qulna hnaya koul chi andhom des exemples que vous pouvez utiliser. Ah oui. Win rah nrefd, win ghadi nhad. Hna rah nrefdo hada. D'accord. Copy. ونرفدو دي زانفورماسيون من لا ماشين هنايا نديهم لا ماشين ديستانت نديرو في تي ام بي سي با اسكو كاين تي ام بي تما الوغ هنايا نديرو اون سيبر ديريكتومون على وين الموديل واش هو سي وين كوبي موان ا لي زارغيمون تاعها واش هما عندنا اس ار سي 2 points égal par exemple ici host on est doha vers destination t égal tmp ok 6 tmp sur la machine distance شافهم هادو ديزي اكسترا هادو اوغ هنايا لو بيت نتاع هادي سي دونفواي هوست فيغ لا ماشين هوست لهنايا و تشينج كنعاودو نديرو لا ميم avec succès ça force parce que le fichier était déjà copié راح نشوفو حنا sur la machine Windows Linux Windows plutôt je vais ندير cd du point temp dir و هو الفوشين تاعنا host ما على باليش هذا كاش نقراوه هنايا كيش نقراو لو كونتوري تاعو هنا في لاين دو كوموند جمع لي عفوا ويندوز كومون لير لو كونتوني هذا هنا شاو لي ديتر دو تكس اون لين هنا ولا خصني اوبليغاتوارمون ندخل لهنايا الوغ نروح للبي سي سي تي ام بي هاو الفيشي تاعنا notepad ها هو الفيشي تاع الوغ سا جوست اون بتيت ديمونستراسيون سور لوتيليزاسيون دي ماشين من بعد واحد واش لازم يميتريزي لي موديل نيسيسار في ويندوز بور جيري ولا كريي دي fichier de configuration là des playbooks qui vous permettent de automatiser l'accès les machines.
Alors, هذا راح نغين بديوا راح نغين بديوا les notions de base تاع Ansible شفنا كيفاش نانستاليوها شفنا كيفاش نكونفيغيو الماشين لينكس شفنا واش هو انفنتوريفاي شفنا واش هو Ansible.conf واش هو SSH واش يكونفيغيو واش هو لي مود اللي كاينين في SSH شفنا الانفنتوريفاي ستاتيك والديناميك شنو الفرق بيناتهم اليوم كونفيغينا الماشين لينكس بلوتو ويندوز ومن بعد تقدروا اذا ان شاء الله انا مع لغال ما عنديش ماشي دي ديسبوزيتيف ريزون لهنايا كلكون سويت سيسكو ولا سينون ندير لكم ديمونستراسيون كومون كونفيغوري ان ديسبوزيتيف ريزو راح نسعاو فيها ان شاء الله بالك نقدر نصيب لكم موين باش نجيب لكم حاجه كيما هكذا اذا ما عندكمش سي بوسيبل امين بجي اناس ولا مان بلوتي الزاوج مي خاصها اون كونفيغوراسيون خاصني نخدم الداخل في لا ماشين راح ندير بوسيبل نتاعي ان شاء الله باش نقدر نوتيليزي نجيبو باغ اكزومبل دي ماشين و دي ماشين فيرتوال سو لوكال اون بو اتاكي هاد لا بارتي ريزو مي مازال ما نوصلولهاش بيسك رحنا نبداو في اونسيبل راهو الصح جاي كومون نكري ديكلاري لي فاريابل كومون كري دي بلاي بوك كومون كري دي رول كومون سيكوريزي لي فيشي هادو راح نشوفوهم ان شاء الله او فيرا ميزور جستومون شفتهم مي سييتهم اليوم ديجا اليوم سييتهم وما مكاش عندي اكس تقدر ما كانش اكسيسيبل اللي يقدر يجيب لنا لي زانفورماسيون هادو يقدر يبعثهم لي وانا نبريباري لكم لي لاب نيسيسار ان شاء الله ماشي مشكل اسكو فوز افي دي كاستيون Alors, si vous n'avez pas de questions, on arrive à la fin de cette session pour aujourd'hui. Ça sera disponible, Inch'Allah, prochainement sur la chaîne YouTube, youtube.com/consulting. Ou les remarques intercom sont les bienvenues, bien sûr. Lila Saïda, ou Sahas Horkom, Assalamu alaikum.